أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أهم ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: القوات الأمنية تعتقل 33 مواطنا بمحافظة ديالى. ونطالع في المدى المثنى والبصرة: تمضي يعني باعتصام مفتوح رغم الحظر الحكومي على نصب السرادق والطعام. وجاء في كتابات النازحون العراقيون: نعيش في جحيم. ونقرأ في الجزيرة نت: ترامب وإيران من ذروة التهديد الاستعداد للقاء بدون شروط. وجاء في العرب الجليل: العراق التيار المدني يستعد لتظاهرة مؤيدة لاحتجاجات الجنوب. ونطالع في القدس العربي: اتفاق لتبادل محدود للمحتجزين بين النظام والمعارضة السورية. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: استنفار أمني في طهران لاحتواء تداعيات انهيار الريال. أهلا بكم. جاء في صحيفة البصائر: ثبات على النهج بهذا ومنارة على الطريق. العنوان ابتدأ بقلم الكاتب حاتم الفلاحي، حيث ابتدأ مقاله في صحيفة البصائر العراقية بمناسبة الذكرى 15 على انطلاقها، مضيفا أن هذا الصرح الإعلامي الشامخ الذي كان له الدور الكبير والمميز في نقل الحقيقة بطريقة لا تنقصها الجدية والإبداع والحيادية لمجمل الأحداث والمواضيع التي تتعلق بالشأن العراقي منذ انطلاقتها في عام 2003 وحتى يومنا هذا، حيث لامست الواقع المزري للمجتمع العراقي بعد الاحتلال بكل جوانبه الدينية والإنسانية والسياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، حيث كانت إحدى الحراب التي وقفت وتقف اليوم بوجه الاحتلال ومخططاته ليكون لها دور الريادة والقيادة في مقارعة المحتلين الأمريكي والإيراني من خلال الكلمة الصادقة التي تعبر عن الحقيقة وتكشف مخططات الأعداء بكل صدق وجراءة، وتتناول القضايا التي تهم الشعب والوطن بكل إخلاص وواقعية. شكلت رافدا من العطاء والوفاء بأرقى وأنبل معاني الإخلاص للوطن، فرسمت مشروعها الإعلامي بتحديد حزمة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة على المستوى الداخلي والخارجي والسعي الحثيث لتحقيقها من خلال خطة إعلامية واضحة المعالم وآلية تنظيمية منسقة وبخطوات مدروسة، حيث وفرت لها عوامل النجاح من دعم معنوي وإمكانيات بشرية ومادية جعلتها تمتلك كل دوافع الإبداع الذي أسهم وبشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والوطني من خلال تعميق الروح الوطنية ونقل وكشف الحقائق ومتابعة الأحداث وتوضيح الصورة القاتمة التي رسمها الاحتلال وحكوماته المتعاقبة لمجريات الأحداث في العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، حتى أصبحت أحد المصادر الرئيسية للمهتمين بالمشهد العراقي. لقد كانت متسلحة بفكرها الإعلامي الميداني الذي يراعي حالة الغليان الشعبي برؤية متفحصة لمآلات ومشاريع الاحتلال. لقد سعت قياداتها في هيئة علماء المسلمين أن يكون صوتها الذي يجب أن يصل إلى الجميع ويسمع العالم أن هناك شعبا له إرادة على التحرير والبناء والعطاء، لأنها تجسد قيمة وطنية كان شعارها الوطن وهويتها الشعب ورايتها العالية. ويضيف الكاتب: هي صوت الحقيقة،
وصوت المقاومة، وهي صوت معبر عن طموحات الشعب والتي لم تغب يوما عن هموم أبنائها لتسمع العالم كله حقيقة مجريات الأحداث الحاصلة في العراق، حيث كانت الصوت العالي الذي يصدح بالحق ولا يخاف لومة لائم إطلاقا، رغم وجود الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، مما جعلها مستهدفة منذ انطلاقتها من قبل الاحتلال وأذنابه. وكتب الإعلامي حسين دلي عن ذكرى 15 لانطلاق جريدة البصائر العراقية، يقول: الرائد لا يكذب أهله. هكذا هي البصائر، عنوان للحقيقة، والحقيقة قد تكون مرة ولكنها كالدواء، تحس بلسعته قليلا لكنه بلسم لهمومك على المدى الطويل. فمنذ اللمسة الأولى كانت البصائر وفية مع جمهورها. 15 عاما يدرك من تابعها أنها كانت نموذجا للشهادة والتوثيق، رغم ثقل الخطوب والمدلهمات، فحرصت على رفع الهمة وبث البشائر وبيان خطوات الزلل، ووثقت بأقلام كتابها مسيرة تعد من أهم الفترات في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، وشهدت بصورها وأخبارها على صفحة خطيرة من عمر العراقيين وسط هجمة شرسة على القيم والتاريخ، وفي سلسلة من محاولات قولبة الإعلام وقلب الحقائق وصنع واقع جديد منسلخ عن كل فضيلة. وقد يقول قائل: ماذا قدمت البصائر وسط مئات وسائل الإعلام والقنوات والصحف والمجلات التي انبثقت بعد احتلال العراق في عام 2003؟ فأقول: إن العبرة ليست بالكثرة بل بالموقف، وما ينطبق على البصائر ينطبق على شخوص ورجال تركوا بصمتهم بجهاد وبطولة قد لا يعرفها الأغلبية، وبكلمة حق أو جملة رصينة أو سطر مشرف أمام التزييف. فذكره الناس لهم كان وساما زينوا به صدورهم، وهكذا كانت البصائر عينا تراقب وأذنا تصغي ولسانا يدافع يوم أن انجرف الكثيرون وراء زخرف القول وألاعيب السياسة. ويضيف الكاتب: وإذ تنتقل البصائر من عصر الورق والطباعة إلى الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، فإننا ندعوها للمواكبة الإيجابية ونقف وراءها، ونسأل الله لها التطور الإبداعي، ودعواتنا لها ولأمثالها بالتوفيق والنجاح والثبات على الموقف، وأن يفتح الله لها الدروب ويكسر عنها القيود. لو كان سياسيون الشيعة صادقين في ولائهم لمرجعية النجف لأعلنوا تخليهم عن مسؤولية السلطة، ووضعوا برنامج اختيار الحكومة لمن تنطبق عليه مسطرة مرجعية سيستاني، بحسب الكاتب ماجد السامرائي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. شكوى المرجعية من السياسيين أنهم لم يستمعوا سابقا إلى نصائحها في محاربة الفساد وتنفيذ برامج الإصلاح، وقد انحازت إلى المظاهرات، وهم عادوا وشككوا بمطالب المحرومين، وهي تهددهم بسيف الشعب إذا ما تعاظم الجور والظلم. لقد أجهضوا المظاهرات بإعلانات التأييد الشكلي، لكنهم نفذوا برامج تشتيت أهداف المتظاهرين لكي تبتعد عن المساس بنظامهم السياسي الذي قاد إلى هذه النتائج وتحويلها إلى إعلانات لمطالب خدمية، وكأن الخدمات تطلب وليست واجبا أساسيا لأي حكومة في الدنيا. والجميع يعلم بأن الحكومة الحالية لم تقدم شيئا خلال الأربع سنوات الماضية، وقبلها عجزت حكومات حزب الدعوة التي لا يمكنها ولا يمكن لرئيسها حيدر العبادي تقديم الحلول السحرية خلال أيام. والذي زاد من إحراج الأخير بيان مرجعيته المذهبية الذي أشار بصورة غير مباشرة إلى عدم توفر الأهلية القيادية اللازمة له لقيادة المرحلة المقبلة، بعد عدم تنفيذ وعوده بمحاربة الفاسدين
ومباشرة برامج الإصلاح الجذرية رغم ما قدمته المرجعية والجمهور والعالم من دعم. ويضيف الكاتب: كذبوا وخدعوا الشعب العراقي وأذلوه وهانوه ويخادعون مرجعية السيستاني ويخادعون أنفسهم، وهم اليوم يشتغلون في الخفاء لتوزيع المواقع والحصص وتأمين الغنائم والامتيازات وغيرها. أما شباب العراق المحبطون فليتظاهروا طالما لا تصل تلك التظاهرات إلى النقطة الحرجة التي تلامس مواقعهم. حركة من هذا النوع لا يمكن أن تنطلي دوافعها ومراميها حتى على من يحمل في رأسه نصف عقل، ولا يقع في وهم حيا لها، حتى الذي للتو بدأ بفك الخط في ملعوبة في هذه اللعبة الملعوبة الملعونة متكررة في العراق بالذات وفي الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم. وأكثر من يكررها هم الحكام الأكثر ورعا وتقوى في الظاهر فحسب كحكامنا الحاليين. وكان على رئيس الوزراء أن يلعب غير لعبة كبش الفداء. وزير الكهرباء الحالي الذي سحب حيدر العبادي يده ليس المسؤول الوحيد عن أزمة الكهرباء، ووزارة الكهرباء ليست الوزارة الوحيدة التي يتعين أن تلقى على عاتقها تبعات هذه الأزمة التي بلغت من العمر الآن 15 سنة بالتمام والكمال حسب الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة المنع. رئيس الوزراء العبادي مسؤول وحكومته مسؤولة كذلك، ومسؤولة أيضا الحكومات السابقة ورؤساؤها، وبالأخص نور المالكي الذي أمضى في السلطة أكثر من نصف مدة 15 سنة، وكانت حصة حكومتيه الاثنتين أكثر من 3/4 إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية، ومعظمها متأت من صادرات النفط. البنك المركزي أعلن أولا من أمس عن أن مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية للسنين من 2005 إلى 2017 بلغت 706 مليارات و230 مليون دولار، وهو مبلغ فلكي، لكننا لا نجد له أثرا شاخصا في طول العراق وعرضه، سد أو طريق دولية أو محطة كهرباء كبيرة أو مشروع صناعي أو زراعي استراتيجي أو أقله قصر للثقافة أو دار للفنون أو مكتبة عامة. فضلا عن هذا، محنة العراقيين ليست محدودة بالكهرباء أو مقتصرة عليها، المحنة عامة شاملة في الماء وفي الأمن والقضاء والزراعة والصناعة والصحة والبيئة والنقل والتعليم من الابتدائي إلى الجامعي، والحصة التموينية والاتصالات والخدمات البلدية. لا سحب يد وزير الكهرباء ينفع في حال مشكلة الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء، ولا سحب أيدي وزراء الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وسواهم سيحيي رميم العظام المنثور في أقصى شمال البلاد وشرقها إلى أقصى جنوبها وغربها. خريطة طريق أخرى يتعين وضعها للخروج من هذه المحنة والأزمة والخلاص من هذا المأزق. هذه الخريطة بسيطة للغاية، رسمتها بدقة ووضوح مطالب الحركة الاحتجاجية الأخيرة وسابقاتها منذ 2011. انظروا فيما قاله المحتجون وكتبوه لتكتشفوا الخريطة. التظاهرات التي انطلقت شرارتها من البصرة ثغر العراق الباسم الذي حوله الفاسدون والسراق من السياسيين والمسؤولين إلى ثغر العراق الحزين الباكي، وانتقلت إلى باقي محافظات الجنوب والفرات الأوسط. لم تكن الأولى من نوعها، فمنذ أكثر من 10 أعوام، أي منذ حكومة المالكي الأولى والتظاهرات المطالبة بالحقوق والخدمات الأساسية وإصلاح العملية السياسية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والحد من البطالة والمحسوبية في التعيينات، لن تتوقف إلا بعد وعود من الحكومة للمتظاهرين، وللأسف كانت كاذبة كعادتها بتنفيذ مطالبهم، وأنها شكلت لجنة لتنفيذ هذه المطالب. سامي الزبيدي في صحيفة الزمان العراقية يحذر المتظاهرين من تصديق وعود الحكومة.
ما إن تنتهي التظاهرات التي تحول أغلبها إلى اعتصامات حتى تتنصل الحكومة على وعودها ولا تنفذ أي مطلب من مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وتذهب دماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والمعتصمين الذين يسقطون بنيران القوات الأمنية، وتذهب جهودهم أدراج الرياح. لذا نقول لأبناء شعبنا في المحافظات التي خرجت بها التظاهرات مطالبة نفس مطالب تظاهرات السنين السابقة، وهي الكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من البطالة ومحاسبة سراق المال العام والفاسدين والمفسدين، هل تم تحقيق أي مطلب من هذه المطالب؟ طبعا كلا. إذن فلا توقفوا تظاهراتكم هذه المرة بمجرد إطلاق الوعود من المسؤولين في الحكومات المحلية وفي الحكومة الاتحادية، ولا يصيبنكم الخدر بتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات. فلا توقفوا تظاهراتكم إلا بعد تنفيذ مطالبكم، وتلمسوا تنفيذ المطالب لمس اليد وعلى أرض الواقع. فإذا لم تتحقق المطالب بوصول الماء الصالح للشرب خصوصا لأهلنا في البصرة، وانتظام التيار الكهربائي، ودوام الشباب العاطلين عن العمل في الدوائر، ومحاسبة الفاسدين واللصوص الذين سرقوا أموال الشعب وثروات الوطن وإلقائهم خلف القضبان. ويضيف الكاتب أن خدمات الماء والكهرباء من أبسط الخدمات التي تقدمها حتى الدول الإفريقية الفقيرة لمواطنيها، وشعب المليارات والنفط محروم منها. لا يصح استعجال القول باستعصاء تشكيل الحكومة في لبنان، لكن يمكن تلمس أن استمرار الواقع السياسي على ما هو عليه قد يقود إلى الانسداد التام، وليس فقط إلى استعصاء إنجاز التشكيلة الحكومية بحسب الكاتب توني فرانسيس في الحياة اللندنية. قانون الانتخابات النيابية الأخير على رغم ما يرى فيه البعض من محاسن نموذج على نهج التوافق الذي سيخلق الانقسام والتباعد، فقد صيغ القانون المتوافق عليه بروحية احتكار التمثيل الطائفي والمذهبي، وقيل لدى تسويقه إن الأقوى يجب أن يفوز، وإثر تطبيقه في السادس من أيار مايو الماضي تبارت التنظيمات المذهب سياسية في الإعلان عن تمكنها من الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية المخصصة للطائفة أو المذهب الذي تنتمي إليه. وللمرة الأولى نشهد منذ ما قبل الاستقلال هذا الانحدار المتسارع من صيغة التكتلات السياسية النيابية المختلطة إلى صيغ التمثيل الطائفي الصافية، من الانقسام الدستوري الكتلوي في بدايات الاستقلال إلى الشيعي والسني والماروني والدرزي في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. الآن نحن أمام طوائف ومذاهب تتمتع بتمثيلها الخاص الذي تحاول ترجمته حصة في دولة مركزية تزداد وهنا وتتحول إلى ضحية، بعد أن كان التمثيل السياسي الديمقراطي ضحية أولى للأقوياء في مذاهبهم. صحيح أن التوافق هو من أساسيات الحكم في لبنان نتيجة تنوعه الطائفي والمذهبي، غير أن هذا التوافق المطلوب هو في طريقه إلى التحول شرطا مستحيلا بسبب ما أسفرت عنه التوافقات المفروضة والمتفق عليها بين مراكز القوى في الطوائف والمذاهب المعنية. إن في ممارسة السلطة كشكل من أشكال تحويل الدولة إلى غنيمة، وإن في إقرار القوانين والأعراف التي تضمن تجديد صيغة الحكم وتجعلها في الوقت نفسه أكثر أحادية وتسلطا بحسب الكاتب. Thank you.
بعيدا كل البعد عن السياسة، حضرت دراسة طبية أمريكية حديثة من أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تزيد فرص الإصابة بسرطان الفم بصورة تماثل السجائر التقليدية. وأجرى الدراسة باحثون في جامعة كاليفورنيا، وأوضح الباحثون أن تدخين التبغ يظل سببا رئيسيا في الإصابة بسرطان الفم، لكن منتجات التبغ وأشكاله تتطور مع الاستخدام المتزايد لها وتتعدد صورها وأشكالها. ولتقييم أخطار منتجات التبغ الحديثة بأشكالها بما فيها السجائر الإلكترونية، أجرى الفريق فحوصات لعدد من الشباب البالغين في أمريكا عبر تحليل عينات من البول. وأظهرت النتائج أن الأغلبية العظمى من مدخني التبغ على اختلاف أشكالهم، بمن في ذلك من يدخنون السجائر الإلكترونية، يتعرضون لمستويات مسرطنة من مادة النيتروزامين التي تضاهي أو تتجاوز المستويات التي سجلت بين مدخني السجائر التقليدية، وهي مستويات يحتمل أن تعرض المستخدمين إلى خطر كبير للإصابة بسرطان الفم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.